لا لا تقرأ. أم لا، أو عندك زيد أم عند عم؟ لا، القاعدة البلاغية عندما تستعمل الهمزة وأم لابد أن يكون ما بعد أم هو المقابل لما بعد الهمزة. فلما تقول أعندك تقول أم عند غيرك. لو قال أزيد عندك أهبطت تقول أم عندك. شوف الجماعة لما وجدوا الأصنام مكسرة، أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ لو أنه في غير القرآن كملنا الجملة أم، شو بيش يقول؟ أأنت فعلت أم لم تفعل؟ أم أأنت فعلت أم غيرك؟ أم غيرك. لأنهم يشكون في ماذا؟ في الفعل أم في المفعول؟ أم في الفعل؟ في الفعل هم شاكين، هم شاكين في الفعل، أي الفعل بينهم. إذن أأنت أم غيره؟ هنا أنت شاكك في ماذا؟ شاكك في زيك أم في العندية؟ في المكان، شاكك في المكان. إذا كيف تقول أم عمرو بعد ذلك؟ وهل عمرو مكان؟ فالتمثيل هنا خطأ. أعندك زيد أم عمرو؟ لا، أنت عارف أن زيد موجود لكنك شاك في مكان وجوده. إذا فتقول أعندك زيد أم عند غيره أم لا مثلا. لا تقول أعندك زيد أم عمرو. متى يصبح هذا المثال صحيحا؟ لو قال أزيد عندك. أزيد عندك، يعرف أن عندك أحدا لكنه يشك أو لا يعرف من هذا الأحد الذي عندك. إذا القاعدة نخرج بها عندما نستعمل همزة وأم، ما بعد أم لابد أن يكون المقابل لما بعد الهمزة. لما أقول أراغبا جئت أم ماشي. ما تقوليش نقول لك أحاضرا زيد، أحاضر زيد أم غائب؟ ما تقوليش أم عمر. خلينا نقول لك أعمر غائب، قل لي أم زيد. إذن دائما المستفهم عن الوجود بعد الهمزة لابد أن يكون مقابله بعد إيه؟ بعد أم. هذا كما في همزة التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم نعم. إذا بعد أم يكون المقابل لما بعد الهمزة. يخطئ من يستعمل أو من يقول هذا المثال أعندك زي الأنقاض. سيدي المستحبك قول الله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم أمس كرزق أم هي شكوفيتي؟ هنا يبدو لي هي أم لابد أن تكون مسبوقة بهمزة. إذا كان أم للعطف لابد أن تكون مسبوقة بهمزة لأنها استفهام. أم من هي أصلها؟ أم من نعم، أم من، أم من هذا. على كل الآية الآن لا أستطيع أن أجيب عنها باعتبار أحتاج إلى أن نرجع لبدايتها. أما الأسلوب هذا إذا استعملت الهمزة مع أم لابد أن يكون المقابل لما بعد الهمزة هو الموجود بعدها. فتقول أعندك زيد أم عند غيره، أو تقول أزيد عندك أم عمرو. إذا المثال هذا نصنفه تقول أزيد عندك أم عمرو. خليه عمر هذا وخليه ردوها أزيد عمر، أزيد عندك، أزيد عندك أم عمرو؟ نصلحوا. إذا أزيد عندك أم عمرو؟ أظن لذلك يصبح الكلام سليما إذا كنت عالما بأن أحدهما عند المخاطب ولكنك لا تعرف عينه وطلبت إيه؟ تعيينه. اللي بحذاك زيد ولا عمرو؟ فتقول أزيد عندك أم عمرو، لا تقول أعندك زيد أم عمرو. واضح النقطة هذه أم لا؟ طيب. إذن بعد الأم أم طلب التعيين، وهذا هو يعني استعماله السليم والصحيح. أراقبا وصلت أم ماشيا، أزيد عندك أم عمر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أم السماء، أنتم أم السماء؟ شوف المعادل
أنتم يقبلها السماء. ما قالش أم أضعف خلقه، لا، أنتم أم السماء أشد خلقه. هو يعرف هناك خلق شديد، لكن هذا الخلق لمن؟ لكم أنتم أم للسماء؟ إذن هذا هو الاستعمال الصحيح لأم. ثم بعد ذلك، بعد أم يمر إلى إما، ويقول وإما المكسورة الهمزة، لأن هناك أم. إذن وإما المكسورة الهمزة المسبوقة بمثلها، مثل أو في معناها. ما هو معنى أو؟ التخيير. إذن إما تفيد التخيير، قل إما أن تتكلم وإما أن تصمت، في خير التخيير والإباحة، إما أن تتزوج هندا وإما أختها، مثل أو بالضبط تفيد الإباحة والتخيير. هي مثل أو تفيد الإباحة والتخيير، إما أن تجالس الزهد وإما أن تجالس العباد، إما أن تتزوج هندا وإما أن تتزوج أختها. نعم. ولذلك قال إما المكسورة الهمزة المسبوقة بمثلها، مثل أو في معناها، نحو قوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وقس الباقي. ثم يمر إلى بل، الحرف الموالي بل، يقول للإضراب. إيه معنى الإضراب؟ الإضراب، بل تفيد الإضراب، الإضراب الإلغاء، الإلغاء، الإضراب الإلغاء. تقول أخطأت في الكلام، حضر ثلاثة بل أربعة، بعد ما تقول ثلاثة تفكرت أن لا حضروا أربعة، فهذه للإضراب. إذن بل فكأنك تضرب على الكلام الأول السابق وتثبت ما بعد بل، تضرب على ما قبل بل وتثبت ما بعد بل، عند ذلك تسمى بل للإضراب. التراجع. نعم. التراجع. التراجع يسمونه إضراب، احنا نسميه تراجع، اما هو يسمى الإضراب. وهذا الإضراب لما يكون المعنيان ما قبل بل وبعد بل، عندما يكونان متقابلين متضاربين. ما كلا بران على كل كلا جملة على روحها، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. نبدأ أشوف الآية بالأول، قلنا دير ما نجيش الآية نبدأها هذا، هي بل تأتي عاطفة تربط، إذا لابد تشوف ما قبلها وما بعدها. أقرأ سورة المطففين من الأول وحتى نوصلوا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا نحجبوا لك بل نحجبوا لك بعد. أي إذا بل لما تكون ما قبلها وما بعدها متقابلين فهي تفيد إيه؟ الإضراب، أي الإلغاء. وهنا اقتصر على معنى واحد، هي بل لها معاني أخرى، لكن الرجل باعتباره كتابا للمبتدئين فاكتفى بالمعنى الظاهر لبل، وهو الإيه؟ وهو الإلغاء، لأنها تكون مثلا تكون لتقرير المعنى وتدقيق المعنى. تقول لم أنم البارحة بل ظللت أشاهد الشبكة العنكبوتية، مش إضراب، هذا ليس إضرابا، هذا تقرير المعنى وتدقيقه. إيه لما ما رقش بقيت تعمل لا، نسميه التقرير والتدقيق، التقرير والتدقيق. وهذا لما تكون بل مسبوقة بنفي، لما تكون بل مسبوقة بنفي تولي بل للتدقيق والتقرير. الآن جملة منفية، جملة منفية ثم بعدها جملة أخرى،
لم أنم البارحة بل ظللت أتسكع في الشوارع. سيدي إذا إما هي نفس تفيد نفس معنى أو علاش وجودها هي نفس المعنى مفهمش اختلاف المجرد أي استعملت تستعمل إما تستعمل تفيد الإباحة وهدو التخيرة وما الرد بالها منها إما راه أحيانا تكون راهي إما قدامك ولكن هي إنما إما تخافن من قوم فم هذه إما أصلها إن من ولكن لقرب مخرج النون من الماء وقع إبدال النون ماء وإدغام الميم في الميم وأصبحت إيه؟ إما تخافن هي أصلها إن ما تخافن من قوم أو جاك جواب الشرط فمدف أو جواب الشرط توريك هي جملة شرطية والماء هذه ليست ما زايدة إن ما لو قال إن تخافن لكان ذلك يعني مرة واحدة إذا خفت لكن إن ما أي كلما خفت من أمر من قوم خيانة فانبذ إليهم على السلام قل لهم رأني العهد اللي بيني وبينكم انتهى صرح قل لهم رأوا العهد انتهى فانبذ إليهم على السلام قل صرح نعم إذن ليس هناك مباغضة لا نقول لهم العهد انتهى بيننا وستكون هناك حرب مثلا فهذه مهمة ما تعطيكنا في كل مرة شعرت من قوم خيانة فانبذ إليه لكن لو بدون ما إن تولي إن هنا لا تفيد الديمومة نعم إذن فأرد بالنا منها إما هذه مثل ألا ولا ألا ساعات هتكون بمعنى ألا إذن نمر إلى الحرف الموالي لا الوقت مش بالزيرو عمنا مش بالجاي بسم اللي سمعوا على مسألة التفسير تفسير هذا والله في اللغة على الأقل الواحد ينجم يتكلم بشوية جرأة باعتبار